الثامنة صباحا في القاهرة، موجز لأهم الأنباء من أون لايف، أهلا بكم. بدأت هيئة الأرشيف الوطني الأمريكية في نشر وثائق اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي بموجب قانون أمريكي وبعد موافقة الرئيس دونالد ترامب. وقد اشترط ترامب الإبقاء على بعض الوثائق سرية ومراجعة بعضها قبل النشر، ما يبقي أشهر حادث اغتيال في التاريخ رهينة للتكهنات. هذا وقد نشرت وسائل إعلام بريطانية ملخصا لأبرز خمس نقاط أظهرتها الوثائق التي بدأ الإفراج عنها حتى الآن، وهي أن المتهم بقتل كينيدي أجرى اتصالا بالسفارة الروسية قبل الحادث، كما تحدث إلى مسؤول بلكنة روسية ركيكة، وأن المخابرات الأمريكية كانت تدبر الاغتيال الرئيس الكوبي آنذاك فيدل كاسترو. ووفقا للصحيفة تشير الوثائق إلى أن هناك من يعتقد أن ضابطا بشرطة دالاس ربما يكون القاتل الحقيقي لكينيدي، وأن هناك كتابا سيصدر يتضمن رواية عن علاقة عاطفية بين الرئيس الأسبق جون كينيدي والممثلة الراحلة مارلين مونرو. كما أشارت إحدى الوثائق إلى أن مراسلا مهما بإحدى الصحف البريطانية قد تلقى مكالمة من مجهول يبلغ بأن أمرا كبيرا يحدث في الولايات المتحدة الآن. وصل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى سول لإجراء محادثات دفاعية سنوية وسط تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية قبل زيارة للمنطقة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب الشهر القادم. وأكد ماتيس ضرورة بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة خلال زيارته لآسيا التي تستغرق أسبوعا. وقال ماتيس هذا الأسبوع بعد اجتماعه مع مسؤولي دفاع آسيويين إن التعاون يرفع احتمالات تحقيق سلام مستمر، مشددا على أهمية الحفاظ على الجهود المتعلقة بكوريا الشمالية في المسار الدبلوماسي. شكرا لكم مشاهدي الكرام.